طبعا دكتورة، هو بشكل عام لتشخيص الأمراض النفسية بما فيها الاضطرابات المزاجية ما بعد الولادة تحتاج المرأة إلى تقييم سريري، وعادة هذا التقييم يكون من طبيب مختص بالأمراض النفسية وفي معايير معترف فيها عالميا باشتراطات الأمراض النفسية. عادة ننصح المرأة بالحصول على استشارة عاجلة. ليش عاجلة؟ عادة بعض الحالات الاكتئاب ما بعد الولادة قد تكون شديدة جدا وقد تمثل خطورة للأم ولطفلها، فأنصح الأم بالتوجه لأقرب مركز صحي وحتى التحدث مع القابلة أو الممرضة المسؤولة في أقسام النساء والولادة في العيادات العامة أو طبيب الطوارئ للحصول على الاستشارة من الطبيب المختص.